ترأس سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث تم اختيار المهندس الدكتور خالد علي محمد الفاضل مديرا عاما لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من المستشار ضاري عبد الله العثمان والسيد مصطفى جاسم الشمالي والدكتور عبد الله يوسف الغنيم ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والدكتور إبراهيم راشد الرشدان والدكتورة أمان سليمان بوغماز، وذلك بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد. هذا وقد زودهم سموه حفظه الله بتوجيهاته السامية والتي تهدف إلى بذل الجهود لدعم وتعزيز كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا للتقدم والرقي بها وتشجيع بيئة البحث والمعرفة والابتكار والإبداع في دولة الكويت من أجل خلق بيئة علمية ترتكز على أحدث وسائل البحث العلمي وتساهم في تطوير قدرات أبناء الوطن في كافة المجالات العلمية. كما حثهم سموه على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون والتكاتف فيما بينهم ووضع الخطط والاستراتيجيات والتي من شأنها رفع اسم دولة الكويت عاليا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.